هلا نجهز الحشوة، الثلاث أنواع اللي اتفقنا عليها. هنحتاج شو رأيك ثلاث معالق، ناخد هيك ثلاث معالق صغار، طيب الحشوة الأولى هنحط جوز، واحنا حطينا طبعا البهارات، وممكن إذا حبينا شوية بهار مشكل على حسب نوع البهار المشكل، حبينه بخليجي أو حبينه بهار مشكل عربي زي ما بتحبوا. وناخد هلأ حشوة شوية الجزر، الفلفل الأحمر، هذا ما بيحرق طبعا، فلفل سميه فليفلة، اه ايه فليفلة، فليفلة أحمر وأخضر. وناخد هاي كزبرة وهاي بقدونس، هذا عليها شوية بقدونس، عنا هذه الكزبرة حركي لنا إياهم هلأ حبيبتي. أني حشوة بتحسي هيك أنت ميالة لها أكتر؟ هاي اللي فيها جوز. السورية طبعا لابد تقولي لي هيك، احنا بنعرف دائما في سوريا بيحبوا كتير يستعملوا الجوز في كتير أكلات. أوكي هلأ هنخليهم جنبنا، ونحط برضه الفلفل هون نسينا، نشيل هالأطباق ونبتدي نجهز العجينة ونشوف طريقة تجهيز العجينة. هنخلي العجينة جنبنا، ونحتاج ممكن ناخذ الرولينج بين، هذه شو رأيك، قصدي المات، نحتاج رولينج بين. في عنا هناخذ واحدة صغيرة على قد الحشوة عشان ايوه نعملهم كرات صغيرة. ناخذ العجينة بنقطعها الى كرات، طبعا احنا ممكن نقطع كمية من اولها ونخليهم يرتاحوا، بس احنا هلا قطعناها قدامكم على طول انا وهيماء نشتغل فيها مباشرة. هناخذ هالكرات بالشكل هذا، نقطع كل المقدار، احنا هناخذ واحدة او اثنين، هنخليهم هلا جنبنا هون، وابتدي افردها بالطريقه هاي. لاحظ انا ايش عم بعمل، بفردها دائره، ما تغلبي حالك كتير انه دائره بالملي، لا هي شوي شوي حتلاقيها اخذت الشكل. ولاحظي كيف انها بسهوله بتنفرد، وهي من الميزات الحلوه لهذه العجينه، ان شاء الله تتعودوا عليها وترتاحوا كتير في الشغل وتبقى عجينتكم المفضله للسمبوسك. هعملها دائره قدر الامكان بالسكين، هنبتدي نقص الدائرة هذه نصين. احفظ الخطوات عشان ما تقوليش هتلخبط. هاخد قطعة من العجينة هحطها على ايدي، شايف المثلث هذا بالشكل هذا، هذا هيك بصير عندي هون فراغ. أوكي. سهلة حبيبتي. هبتدي احط شوي من الحشوة، طبعا على حسب حبة السمبوسك اللي انا عايزاها، صغيرة كبيرة على حسب ما بتحبوا. نبتدي نحشيها بالطريقة هاي، واقفل جاهز. تعملي هاي؟ بحاول. جرب يلا حبيبتي. هيك بعدين هيك، تمام اخليهم يوصلوا للطرف. ايوه وهيك. اها لا العكس، لا صح 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 يروحي صح. هلا ثبت الفتحه عندك؟ ايوه ما شاء الله عليكي، تمام. تحطي الحشوه ما شاء الله، بس كمان شوي عشان احنا بدنا اياها تبقى مليانه هيك تبقى رتش. طبعا ممكن، تمام تسلم ايدك. نقفل بقى، دخليهم باصبعك عادي جدا ونقفل، نتاكد انهم على مهلك على مهلك. اوكي برافو عليك ما شاء الله، تمام. اضغطي عليه، اضغطي اللحمه جوا بتفوت، ما تخافي حبيبه قلبي. ايوه تخيلي ما شاء الله، تسلم ايدك ما شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا هالاكلات هذه بتحتاج مشاركه من كافه افراد الاسره مع بعض، هيك يبتدوا يحشوا لانه بدنا كميه من السمبوسك. ما هدول يعني ما بيعملوا شيء، ما بيعملوا شيء طبعا، خصوصا في رمضان الكل بيحب السمبوسك. خلينا نبتدي هلا نشوف طريقه القلي. اهم شيء ما نحط كميه كبيره في القلاي عشان يصير في عندنا مجال نقدر نقلبهم.
وإذا كنا حاطينه بالفريزر نطلع من الفريزر ومباشرة في الزيت، بس برضو زي ما اتفقنا ما نحط كمية كبيرة، لأنه لما بيبقى مجمد عطول درجة حرارة الزيت بتنخفض، فيفضل إنه أحط هيك كمية بسيطة. وعنا هوني بنختار معلقة، أنا بتحب لون أحمر. أحمر ما شاء الله، كل معنى الأخضر بيمشي معاكي. إيه هيدا أحمر وهذا أحمر. ببتدي شوي شوي بس بقلب على خفيف لغاية ما ياخذوا طبعا اللون الذهبي. شايفه كيف هيك فتحوا، بتبقى عجينتها كتير طيبة ومقرمشة. طب بس أطيب إيش طبعا تاكليها سخنة. ايه بدك تعملي حسابك تستمتعي بهالأكلة سخنة. نلاحظ كيف ابتدوا ياخذوا اللون الذهبي الخفيف. يعني توعديني تروحي تعمليها الوصفة؟ إن شاء الله. أخذتي بالك من المقادير؟ 2 كوب طحين والحليب الزيت، هكتب لك اياهم عشان فعلا تروحي تعمليها. شفتي كيف عم بفتحوا منفوشين هيك بطريقه كتير لطيفه. الورقه لازم بعطيها لماما حتى ما تنسى. لازم. وانت ان شاء الله هيك لما بتتفرج على التلفزيون دائما ورقه وقلم معاكي، سجلي كل المقادير. احنا بنعيدهم اعزائي المشاهدين مرتين بناء على طلبكم، عشان يصير في مجال انه الجميع يتابع الوصفات ويسجلها براحتكم. شو رايك؟ خلص منيح اللون هيك ذهبي حلو بجنن. حبيبتي. طيب ناخذ الطبق نبتدي نطلع حبات السمبوسك على قطعة زي ما شفتوا من ورق المطبخ. تحتهم كتير تفتح النفس يا هيماء. زي ما قلت لك هم حلاوتهم انه الواحد ياكلهم هم سخنين طبعا، لانه بيبقوا منفوشين ومقرمشين. اعزائي المشاهدين انا وهيماء خلصنا مهمة صعبة جدا، سمبوسك بثلاث حشوات. نبتدي نجهز طبقنا الرئيسي. سمبوسك بعدة حشوات،